يسعد مساكم. أنا اليوم موجودة معكم بسبب حكاياتي، وحكايتي الأولى بتبدأ من مولدي. أنا ولدت طفلي غير مرغوب فيها، طفلي ثالثي بأسرة عربية كانت تتمنى صبي، وطبعا كانت الماما كل الوقت تضحك مع صاحباتها ومع التيتا وتقول لهم كل ما أبكي بتفكر حالها جاي على شهوي. بعدين خلق من بعدي صبيين، كانت أحلى وأمتع لحظات حياتي إني أنا أقعد أحكي لهم قصص. خيالي يفيد بالقصص وغني جداً. طبعاً أجا من بعدي صبيين زي ما حكيت لكم، كانت تسلايتي إني أحكي لهم قصص، والقصص تفيد من خيالي. وكبرنا ودخلنا المدارس، وفي مرحلة متقدمة بسنة من السنين بشوف أمي عم تطلع على الدرج مش سعادتها، وصلت على عتبة البيت وهمست يا أولاد مات أبوكو. كانت فرصة الشتاء وكنا نعمل احتفاليات بالشتاء، كان عيد ميلادي وكان كتير صعب، بدل ما نحتفل كانت تعازي وحزن. وخلصت الفرصة وقعدت أحضر دروسي لدخول للمدرسة. كان علي أكتب موضوع إنشاء بعنوان كلكم بتعرفوه، كيف قضيت عطلة الشتاء. استفزني العنوان، وبمين بدي أفش غضبي؟ بأستاذي. أستاذي كان خوري، رجل مسن، اللي قلت له سألته بسؤال استنكاري، بتعرفش يا أستاذي شو كيف قضيت عطلة الشتاء؟ ربنا بعت ملاكه ليدور له على أحسن رجل في العالم، فاختار والدي. أنت يا ملاكي مش عارف إنه هاد أبوي، مش عارف إنه أمي برقبتها 5 أولاد، كيف بدها تدبر حالها بهالحالة؟ طبعاً أنت مركن إنه أمي حكيمة وذكية ومدبرة وكل الصفات اللي بالعالم لأمي. ورجعنا على المدرسة ودخل أستاذي على الصف، وطبعاً كالعادة إلهام اقرأي. وقفت وقرأت، حسيت بكل الجو اللي كان لما أنا قرأت. أستاذي حسيت بدأ تنزل نظارته من على أنفه لما أنا كنت أقرأ الإنشاء تبعي. ورجعت على البيت، قبل ما أرجع كان في جماعة معزين يجوا عند أمي، وكانوا صاروا مخبرينها. نادت علي، إلهام شو صار؟ حكيت جيب الإنشاء. جبته، اقرأي. قرأت لأول مرة بشوف أمي من 3 أسابيع بحالة أخرى غير عن الحالة اللي كانت عليها. ارتفعوا كتافها، جبهتها عالية، عينيها لمعوا. أنا ما قدرتش أفسر إيش سويت فيها لأمي اللي خليتها هيك تكون معتزة ومفتخرة. صرت كل ما أسمع وقع أقدام على سلم دارنا، وين إلهام؟ نادولي إلهام، إلهام اقرأي. وتخرجت وعملت استكمالاتي وانطلقت في إصداراتي. وأول إصدار كان إلي اللي كنت كتير أنا مبسوطة عليه، البيضة. خرجت البيضة فرحانة تغني وتقول آه ما أحلى الحياة هنا في الخارج، كنت أختنق هناك، الآن أريد أن أعيش. وبتبتدي زي كل الأطفال حب الاستطلاع وكل قضية الاستكشاف، وبعدين برجعوها عند أمها. هون أنا قررت أني أبتدي أبحث في كل ما بصير أو كل المواقف اللي الأطفال ممكن تعملها عن طريق قصصي. شو عم بصير بالأطفال؟ وأجتني عدة ردود فعل، منها طفلي بس سمعت البيضة أنا بدي أروح عند الماما، البابا بدوش يرجع الماما على البيت. طفلي تاني في بلد تاني قريب من هون كانت تبكي كل ليلة لأنه تيتا هاجرت، وكل ليلة لما حكت سمعت القصة يا تيتا بدها ترجع. هون أنا لاحظت إشي جديد اللي ما كنت أعرفه، بلشت أبحث بالعلوم، لقيت في علم اسمه البيبليوثيرابي. هذا العلم بقول إنه القصة هي وسيط علاجي للمتلقي. هالمتلقي عنده مخزون من القصص ومن الأحداث حلوة ومرة،
المرة حاملها على كتافه ودائما ماشي فيها ومتقل عليه لحاضره ولمستقبله، لا بيقدر يقرر شيء ولا بيقدر يعمل شيء. ليه؟ لأنه هو بيستحضرها وبتصير كأنه ضحيتها. وأنا هون حسيت أنه علي أن أعمل شيء، لأني عندي هالموهبة وعندي هالعلم، فبدأت أشتغل بالبيبليوثيرابي وانطلقت في أني هألف قصص كشكش. كشكش ولد مهضوم، بطل قصص مهضوم جدا، وكشكش شخصية اللي الشكر الكبير للرسام والمختص الجرافيكس ابني كمال اللي رسم لي هالقصة هالشخصية. الشخصية هاي ليش جذبت الأطفال؟ أنا طبعا صرت كل الوقت أبحث، هالشخصية بتشبه كل الأطفال، بتحب الاستطلاع، بتموت على الاكتشاف، مشاكسة، بتسأل كتير، بتغلط، بتكره القوانين، بتحب تضحك، بتحب تكيف، بتحب تتشقون. فكشكش هو كل هاد. وقلت عال أنا من البداية مع الأطفال كشكش. كشكش يسأل كيف ولدته، هذا سؤال اللي كل الأهالي بتهرب منه، ومرات كتير بتأجله، ومرات كتير بتخجل كيف تحكي فيه. فالماما الموسوعة جلبت لصفحة التناسل، قلبت اتأملت وقالت: انظر يا كشكش للبويضة في كيس الرحم تسبح، حيوانات منوية اسمها نطاف شرغفية تلعب وتمرح، بعد وقت قصير جنين في البويضة يصير. مش معقول هاي اللغة مع تسمية الأعضاء. الأمهات وقعوا بحب هالقصص لأنه صارت وسيط علاجي تربوي حتى لإلهن، غير إنه الأطفال كان كشكش نموذجهن العاطفي. كشكش طبعاً اتعرف على child abuse اللي هي منسميها التنكيل بداخل الأسرة، فشاف مرة البنت للحديقة حدرت على خدها لطمة كف، زهرت على دراعها أثر جروح، تحت عينيها كدمات وقروح. هذا موضوع اللي كتير لازم أنا أحكي عنه، قال كشكش، أنا لازم أطلب حقوق الطفل. وطبعاً كشكش في يوم كان بالحمام سأل أمه عن جسمه باهتمام، وعرف إنه جسم الصبي وتركيبه مثل جسم بابا حبيبه. قالت الماما لكشكش: جسمك حلو قوي، دافع عنه واحميه، وعند الخطر لا تسمح لحدا يأذيه. كل قضية قوة الملاحظة بين الجنس والجنس الآخر تعرف عليها وصار عنده توعية جنسية. عند الباب اصطدمت بشاب حاول بهدايا يرغبها، بحكايات يدعبها، خافت، جسمها عنه أبعدت، شدها، منعها من الخروج وهددها. وطبعاً أنا صدمة الموت كتير كانت بتهمني إن إحنا نحكي عنها ونعرف كيف نتعامل معها. فالطبيبة البيطرية على الأرنب كشفت حالته، قالت ووصفت، دقات قلبه توقفت، رئتيه عن التنفس كفت، هاي إشارات وعلامات بتأكد لنا إنه الأرنب مات. وظواهر الطبيعة اطلع، قال له: وينك يا قمر، وينك؟ عتم السما من دونك، تعال عنا يلا تعال، مرة بدر مرة هلال، تعال عنا يلا تعال. التفت على الأرض شاف النمل، غنالهن: ما أحلى رفقتكو، ما أروع صحبتكو، جمعتوا للشتا مونتكو وهيك كملت فرحتكو. وكل قضية الأهالي والفطام والمصاصة والمنع والسلوك الغير مستحب، دور على المصاصة تحت العجل، انمعست واندهست، مسها، لمسها، حسها، حاول مصها، قربها من فمه وجرب يمصها، منها قرف وللحاوية قذف. وهون كشكش أنا وياك تملت حياتنا. لكن كان عنده اعتراض. كشكش قال لي: أنا مش معقول أنت بتآمني أنه لازم بالحواس الأولاد بتفهم أكتر، وأنا بس بشوفوني إلهام. اعترض، حجته كانت كتير مقبولة: بدي أطلع من الكتاب. طلعته، ألفت له مجموعة أغاني الأولاد يتمتعوا معه، يرقصوا هني وياه،
شوية سيناريوهات اللي هي كمان بيبليوثيرابي اللي ممكن تخليه تفتح لي الموضوع عشان يعبروا عن مشاعرهن ويحكوا كل شيء بحسوه. وهيك أنا حسيت إنه اكتملت كل فرحتي أنا وكشكش. واليوم قبل ما أودعكو أنا لازم هقدم لكو كشكش. صوت عالي. أنا كشكش أنا كشكش أنا كشكش الفنان. 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 رشدي بلهان الألوان راسي بس سام.